سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا من الفيديوهات اللي كيعجبني وكيعجبكم حتى نتوما. غادي نمشي لواحد المغازه في كاع داكشي، الماكله ديال الشناوا، الكوريين، الجابون، المهم داكشي كامل انا بعدا كيحمقني. وحتى نتوما فاش درت لكم ديك المره ديكستاسيون كان عجبكم بزاف. المهم ما علينا، غادي نديكم وغادي نصور لكم داكشي كامل ان شاء الله، نصور لكم كاع المنتوجات اللي عندهم وغنوريكم شنو غادي ناخذ. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غندير معكم ديكستاسيون، بقاو معايا. احنا وصلنا لي بسم الله، وهنا كاينه الشيء ديال النودلز. واعر صراحه كيعجبني انا هذا الشيء. جينا على قبل الماكله تبان لنا هاد الروايح هادو. شحال كنا شينا من الاخر؟ غير 4 اورو وقيله. شوفوا هاد الزوينين، هادي الخزامه وهادي ما عرفتش كيفاش هادي فنين. غنبدا بهادو هما الاولين. هادي ديال السوشي اباغاي، ماشي اباغاي زعما الكتريك. هانتوما شوفو، خصني نحلها. المهم انا حليتها. كديري هنا السوشي كيخرج لك مقعد مصايب بلا ما تبقى يطوري فيه، زوينة صراحة. كيما جيت على قبل الماكلة باش ندير لكم ديكستاسيون، ها كاينة حتى هادي وكا وما بغيتيش الاخرى. هادي اللي بغيتي ديرهم مربين. مربين كاين، هادي عاوتاني مربين. شفت البنات لقيت هاد العويدات، انا ما كنعرفش ناكل بيهم. فيهم هانتوما ديجا مشدودين. غادي ناخد هادي تاع قطيطة، شوفو هادي بانت ليا كيوت حسن. هنا بيمو باستا ديال الحوت، ما عرفتش كيكون لو كو ديال شحال شيبس. المهم ناخدو غنجربو. هنايا كاين داكشي ديال لاصوص، العطرية ديال الكوريين ولا الشناوة. نتوما مشكلة عندهم داكشي حار بزاف وانا ما كنقدرش عليه. هنا جميع انواع لاصوص، عساني ديال لاصوص سوجا، الزين، العطريه عندهم بحالنا حنا المغرب، غير هما الحار بزاف. ولكن هنا كل حاجه بوحدها ياك. التمر مخلطه نو هذاك الفلفله مجفه. ناس ناخذ هذا الصوص تاع ياقي، كتحمقني بزاف. فنه ديال الدجاج، المهم راكم عارفينها. نوريكم لاصوص اللي كاينين هنا. دابا المشكله اكثريه مكتوبين بالشينويه ولا ما نعرفش شنو، ما كنفهموش. كناخذ غير داكشي اللي مكتوب بالفرنسي ولونجلي. الماكله كونجولي جينا بحال بحال البطبوط معمر. انا نورمال بصح عندك بحال شو هذا، بحال البطبوط ولا تقريبا. شو هنا البريوات البرقه، هذه باينه شكون الورقه. شوفوا شوفوا هنا كيبان لي داكشي واقيلا حرام، ما دايش الاكل اصلا. ما ناخذش انا هادشي من هنايا. هنا بلاصه لي شيبس، ولكن الشيبسات غريبين. شوفوا هادي دابا مشكله ما كنفهمش، كتبان بحال لاباس شوكولات ولا ما نعرف. هادي اللحم، وي بصح. شوفوا هنا الخيار، مهم انا ندوق نشري شي حاجه من هذا الشيء وخاصني ندوقهم كي دايرين. الناس غادي ناخذ اوريو ديال الكرموس، ها انتوما باش نجرب لوغو ديالو كي داير. شنو هذا الفول؟ غادي ناخذ حتى هذا الفول كي داير. فول عادي ولكن باين محمر واقيلا ولا شي حاجه بحال هكا. هاد ديال البنات عقلت بدات درت معكم ديكستاسيون، كانوش يعجبوني صراحه. انا خد هادي بطاطا حلوه سويت بوتيتو. شوفوا البنات لي موتشي كنت خديتهم ديك المره وما حملتهمش هما، وكنت درت معكم حتى ديكستاسيون. بس لي مسوسي ما فيهم حتى شي مذاق، ما غاديش ناخذهم. غادي نحاول ناخذ داكشي اللي ما عارفاش كاع المذاق ديالو وشويه غريب. انا خد هذا البوكي هذا ديال الفريز، فايت خديته بالشوكولا كا
كراميل وقيله ولا ما نعرف شوكولا بلون. مهم غادي ناخد دابا ديال الفرن داكشي ديال الماكله ولكن ما كيشهيش. شوفوا هادي دير بحال الكرشه. شنو هادي يا كمال؟ مكتوباش كاع بالفرنسي باش نعرف. دير بحال الكرشه صراحه هادشي ما كيشهيش ديال الماكله. وحار حار 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 بزاف. عقلت البنات هذا هو اللي كنت شريت ديك المره دير 8 اورو ونص وحالته تبقى غات ترمى ما كلاتش واحد في الدار خايب. هادو عقلت كنت خديتهم حتى هما ما حملتهمش صراحه بقاو في الثلاجه تترمى. شفنا دوك المعلبات بحال الطون ديالنا اللوبيا ما عرفتش شنو هادشي الجمل. الجمل شنو هادشي اللحم ولا غريبين هاد الشناوات. ولي صوص لي صوص لي صوص لي صوص. هنا بلاصة الحوت شوفو كتبناو شنو هاد البلاصة فيها كلشي مجفف. شوفو لي شامبينيون مجفف تمر. هاد لي شامبينيون هادو غادي ناخد شي حاجه د الماكله كيبان ليا قويت من السقاطه. غناخد هاد النودل زيار بما يكونش حاره. هنا مكتوبه ما حراش ولكن ما نعرف هنا كياكل كلشي ديال الحار. هذا ديال الجابون شوفوا كيسخن كيذوب كيولي ديسير. شوفوا هادو عندهم كلشي مجفف كتسلقوهم وكيوليو ديسير. شوفوا هادو بابل تي فني. كاين هادو كاين هادو شوفوا كي داروا راكم عارفين مع العصائر ولي جو كافي. واو كيحمقوني. شوفوا البنات هادو اللي كنا كنتفرجوا فيهم في الرسوم كيكونوا معمرين بحال هكا بلا كيتسلقوا ولا كي كيديروا اليوم هنايا. شوفوا البنات جيت الاحسن بلاصه عندي هي ديال النودلز كتحمقني. كاين جميل انواع داكشي كاع اللي كنشوفو في تيك توك كاين هنايا. عرفت البنات غناخد هادي النودل كنخدها ليا كامل ديك المره وحمقتني فريمون واعره ما فيهاش لاصوص فيها غير العطريه وكتجي بحال هكا معلكه وداكشي فاشي. شوفو كيشهي لكن ما عرفناش واش حلال ولا حرام. ما كنظنش حيت الشناوة راكم عارفين كياكلوا ما هبة ودب. شوفو هادشي غناخدو انا كيسطيني هاد الكروبيت هذا غناخدو. شوفوا لنام البريوات غناخدو هادشي. عرفتي علاش؟ حيت اصلا رمضان هادشي اصلا كيتكال. شوفوا معايا المملاحة. شوفوا السوشي اللي كيتكال. هيدا كنموت عليه كنحمق عليه. هذا غناخدو السو غسخا هذا ميمكنش ما ناخدوش. جيبوني لواحد البلاصة ميمكنش. شوفوا لنام هنا داكشي المعمر ديالهم صراحه كيحل الشاي اخا كيشهي. غير هما عندهم الحار عندهم مكون رئيسي وانا ما كنقدرش على الحار كاع بصفه نهائيه. شوف البنات وكلا غناخد هذا عجبني زويون بقى ناكل فيه النودلز وداكشي. المهم باش نحس براسي انني راني تخشيت في الثقافه ديال الجابون وشناهو. شوفوا زويون عجبني انا داكشي ديالهم عندهم بريرد كيوت. هانتوما شوفوا ورايا داكشي كيتحمق فن صراحة جادوغ. عرفتو البنات هاد الطريق فنة فيها هاد الشجر هذا غوز. شوفو واحد الطريق غزالة صراحة كتعطيك واحد الراحة النفسية. كاينين لي جون دايرين لي بيكنيك و الدراري كيلعبو كورة صراحة فنة فنة بزاف. المهم لقيتوني دابا يلاه وصلت للكران غادي نرجع للدار صراحة. عرفتي فرحانة بزاف بزاف انا داكشي كيفرحني بزاف كيفرحوني داكشي الغريب كيعجبني نجرب شي حوايج جداد. المهم غادي نمشي للدار وغادي نصور لكم داكشي اللي خديت كامل وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم ديجستاسيون. دابا البنات لقيتوني وصلت
للدار وغادي نوريكم دغيا دغيا باش ما يجيش الفيديو طويل شنو خديت. باش في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم ديغستاسيون، ماكرهتش دابا ندير لكم ديغستاسيون ولكن صايمه خصني نتسنى تاع نفطر وداك الشيء. المهم غادي نوريكم دابا شنو خديت. اول حاجه نبدا لكم داك الشيء اللي كنعرف، شي هاد النودلز البنات كيحمقوا كيحمقوا بزاف. انا كنخدمهم يا راجلي واحد المره وعجبوني بزاف، تخيلوا معايا كيجيو فريمون معلكين كيف ما في التصويره وبلا صوص، كاينه غير العطريه فيهم وكيجيو بحال هكا معلكين. داكشي علاش خديت ربعه حيت عارفهم كيسطيوني. غنبقاو في النودلز وانا نوريكم خديت هادو. هادو انا عمرني ما ذقتهم ولكن قالت لينا هذيك اللي خدمت ما قالت لينا فريمون واعرين، جربوهم على حسابي غنديرو بهضرتها. خديت هادي بيمو ولا باستا ديال الحوت. المهم في هذا الفيديو خديت شي حوايج غريب بزاف عمرني ما ذقتهم وعمرني ما تخيلت في عقلي. المهم داكشي كيجي مع داكشي انا نوريكم وتحكموا راسكم. وفي الفيديو الجاي غادي ندير ديغوستاسيون غنشوفوا هادشي كي غيكون. خديت الشيبس ديال البطاطا حلوه، خديت هاد البوكي هادو معروفين، انا فايتة دقيقة ديال الشوكولات ولكن عمرني ما دقت ديال الفريز. خديت هادو، هادو كنت ديما كنشوفهم في تيك توك كيتيستيوهم كياكلوهم كيجربوهم ولكن عمرني ما جاتني الفرصة انني ناخدهم. ودابا غادي نشوفو كيفاش غادي يكون هادشي، وراكم عارفين كيبقاو بحال لي تشتوخس كتجيبيها في هاديك التقيبة ديالهم. المهم في الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوف هادشي كي غيكون. خديت هادا بوب كورن بالمذاق ديال بابل تي، شوفوا. ديت اوريو ديال الكرموس، شي حاجه اللي انا عمرني ما ذقتها في حياتي كلها. خديت هاد النودلز هادو، شوفوا كي كيجيو. بما اننا هضرنا على النودلز شوفوا شنو خديت. ترا كحمقني انا هاد الشيء. المهم هذا كيجي ديجا فيه هاد العويدات ياك، انا بما انني ما كنعرفش ناكل بهم بقى نتعذب خديت هادو. هادو فيهم هاد القطيطة هادي زوينة كيوت كتحمق، هي اللي شادة ليا دوك لي كوبون وغناكل بيهم أسهل طريقة. شتو البنات فين كيمشيو ليا فلوسي عرفت تخربيق، ولكن أنا هكا أنا برهيشة في عقلي. أنا هادشي كيفرحني ومصدر السعادة ديالي، وأنا السعادة ديالي عندي أهم من الفلوس. المهم خديت هاد الفول هذا، شوفوا خديت هذا كيف شفتها صراحة تفكرت الطفولة. عرفتوا هذا شنو هما؟ هذوك اللي كنا كنشريو واش ب 10 دريال واقيلا وكنديروهم في فمنا وكيبقاو يطرطقوا، هما هادو غا هادو دايرين 2 اورو. خديت هذه، هذه ما عرفتش شنو هي ولكن كتبان، هي مكتوبه فيها كاندي ولكن كتبان بحال دوك الحلوات اللي كيكونوا طوال. المهم حنا في الفيديو الجاي غندوقوا نشوفوا هذا الشيء كي داير. خديت هاد بابل تي، هادو صراحة انا كيعجبوني مع كافي بزاف، داكشي علاش فاش لقيتهم وانا ناخدهم. خديت صوص ترياقي قليل فين كنلقى انا هاد لاصوص، وكتكون خاصه غير ديال الدجاج. انا كيعجبني ندير دوك الجريحات ديال الدجاج وكندير عليهم هاد لاصوص كيجيو يا سلام. بالنسبه للعصائر وداكشي اللي كيتشرب خديت هذا، هذا تروبيكال وفيه وقيلا داك بودور الشيا ما عرفتش، واقيلا بان ليا المنظر ديالو بحالو. بالنسبه للعصير الاخر خديت هذا فيه طروفه ديال الجيلي، شوفوا غادي ندوقوا نشوف كيفاش داير. وخديت هذا هانتوما. واخر حاجه خديتها هما هاد الروائح، بانوا ليا تما عندهم صراحه الريحه زوينين كدوزي كيعطيك واحد كياتيريك صراحه. هادو كنعلقهم مع الحوايج كيخليو فيهم ريحه زوينه. وهادشي اللي كان، هادشي اللي خديت، هادشي اللي اتيغاني، هادشي اللي جاني غريب، شي حاجه اللي ما عرفاش لوغو ديالها، حاولت ناخذ شي حوايج اللي ما عرفاش المذاق ديالهم. المهم غنكون وصلنا هنا للاخر ديال الفيديو، نتمنى تشجعوني البنات بلي لايك لي كومونتير. انا عارفكم كتشجعوني في البريفي وكتموتيفيوني نوض صوري ورينا هنا سيري هنا. عرفتي باقي عندي بزاف ديال الفيديو بناء على الطلب ديالكم اللي بغيتو قلتوا لي صوري لنا شنو كاين في بريمارك من اتل زد، صوري لنا في اكسيون من اتل زد. المهم كيعجبكم هاد التويشيات بزاف، ان شاء الله غادي نحاول نبقى نصور ونبقى اكتيف بحال هكا. وانتم خصكم غير تشجعوني باش نعرف ان هذا الشيء كيعجبكم وتزيدوا تموتيفيوني اكثر. بالنسبه اللي كيبغي يشوفني شاك جوغ ستوريات وداك الشيء غنحط لكم الانستغرام ديالي هنايا وتيك توك ديالي هنايا. ما علينا هنا نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو، ما نطولش عليكم باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، الى عجبكم ديروا لايك وخليوا لي شي كومونتير زوين بحالكم. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غادي يكون فيه ديغوستاسيون ديال هاد لي برودوي هادو. حاولت ناخذ شي حاجه اللي ما عرفاش لوغو ديالها
وندوقها ونقربكم. المهم نقول لكم كتشبه لشي حاجه عندنا في المغرب، شي كو بحال هكا، حتى نتوما تكتشفوا الاذواق معايا، وحتى الا بغيتوا تاخذوا شي حاجه غتكونوا ديجا واخدين واحد الفكره ان شاء الله. من دابا واحد اليومين بحال هكا كنقدر نحط لكم ديغوستاسيون. انا ما كرهتش نديرها دابا ومتحمسه ومتشوقه، ولكن صايمه ما عندي ما ندير. المهم حتى الغدا ان شاء الله ولا بعد غدا ندوق هذا الشيء. المهم ما نطولش عليكم بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلامه.